اليوم اليوم العالمي للصداقة. ساعة مازال فما صداقة ولا لا؟ لا جي كخوا با دو تو على الصداقة هكي كما جي كخوا با وكا ما عاش فما؟ لا نيمل بالعائلة نيمل بلوسان أبارسا ما نيمل بحد شي آخر باز تلكعت على الأخر زاد باينة أيه شكون لكعك؟ ولا شو نقول لك أنا من قبل ما عنديش برشا أصحاب وكا عندي زوز ثلاثة ماكسيمو مازالوا ثلاثة ذوما؟ مازالوا بعد بشي تفرجوا راهو اي ما قلقنيش شنو هي اساميهم عندي صاحبتي كلثوم صاحبتي رفيقه وصاحبتي رمله كلثوم رمله رفيقه رتبهم لي حسب المعزه في قلبك كلثوم لولا ومن بعد رفيقه ومن بعد رمله بيان سور تتغشش رمله راهو ما يصيرش شنو اللي يخلي كلثوم تتصدر القائمه نتاع اصحابك والله وقت اللي كنت نستحق لقيتها هكا في الباهي ولا في الخايب؟ لا في الحاجات الباهية الكل وفي الخايب زادة لقيتها في الحاجات الباهية وفي الحاجات الخايبة سورتو هي سيت اون امي دونفونس دونك كبرنا مع بعضنا ومن أحسن الحاجات اللي صرات لي في حياتي دايوغ محلاها كي وحدة تقول من أحلى الحاجات في حياتي سي كلثوم سي فغي الحق كلثوم تعرف اللي هي عندها قيمة هكا في حياتك؟ لا تعرف بالرسمي تعرفوا الحق معناتها ما عندي ما نقول فيها معناتها الحق ناس مليح تقول انت ان شاء الله كل واحدة عندها كلثوم في حياتها امين والله امين كلثوم غايبة مش بحضينة اما احكي لي شوية على كاركتيرها والله طفلة عاقلة ورزينة والحق اي معناتها مشكلة نتعدلها في حياتي تعاوني الحق لا توجور ايتي لا بور مو تنصحك تكون موجودة في جانبك بدون مقابل نقولوا احنا اي عمره لكن مقابل في حد شيء الحق معناتها عمره لكن فما حتى مشكلة بيناتنا وجو لا ريميرسي بوكو معناتها غراس ايل معناتها لاتي لا بوغ موا معناتها وقت استحقيت طلع اكثر حاجة لقيتها كلثوم توا تتفرج فينا في الكاميرا وانت باش تخزر لها ومن بعد تقول برشا برشا اقوى حاجة عملتها معك والله شو نقول لك بون لونفونس نتاعي الكل كانت معايا كهو بارسا كانت معايا في الباهي وفي الخايب الصديق الصالح ولا الصديقه الباهيه هديه من ربي يقولوا اي الحمد لله يا ربي بون ما ريتش برشا في حياتي اما زوز عبيد وثلاث عبيد هذوما الحق كانوا موجودين في حياتي والحمد لله قول انت محظوظه انك عندك كلثوم في حياتك الحق محظوظه برشا والحمد لله يا ربي موضوعنا اليوم نحكيه على الاصحاب على الصديقه مازال فما صديقه ولا لا فما اما مالوغوزمون معناتها نقصت برشا علاش خاطر ساعات تقول فما صديقه تقول انت هذه عشيره عمري حتى العقاب العمر معناتها واصحاب مع بعضنا تكتشف اللي هي مش ماهيش هذيك اللي معاشرتها طول عمرك فهمت تجي مواقف في الدنيا تخرج اللي فيها وتخرج دي كاركتير لطف خايبين معناتها تقول انت هذه كيفاش كنت معاشرة عمري كامل وفي نفس الوقت ما تنجمش انت تواجهها وتقول راني مثلا يعني مثلا ديك الحاجه هذيك ما عجبتنيش فيك ولا حاجه فهمت خاطر تخاف انت لا ما عادش تكون معاك ولا ما عادش تقعد عايشه معاها معناتها وتقعد يعني تفترقوا فهمت كيفاش وفما اصحاب محلاهم اما الغربه هي اللي بعدتنا يعني المعيشه هي اللي بعدتنا ومشاو على رواحهم اما زاد تطورت العلاقه اكثر كي بعدنا ولينا كل يوم نراو بعضنا بالكام وكل يوم نحكي وكل يوم نحكي على يومياتنا وكل شيء يعني هي غربه اما ما بعدتنيش زاد بالعكس معناتها زاد وطدت العلاقه اكثر مازال فما اصحاب برشا ولا يتعدوا اصوابع يتعدوا اصوابع بطبيعه الحال مازال ثم الخير في الدنيا ما فيهاش ديما موجود أول مرة نلقى واحد متفائل ساعة في المستجوبين الكل. لازم تكون متفائل سينو تنجمش تواصل. قداش هكا عندك من صديق يعني تعمل عليهم كيما نقولوا؟ موش برشا. قداش؟ على أصابع اليدين معناتها تحسبهم على أصابع خمسة اليدين. ستة سبعة. هكاك يعطيك صح. خمسة أصحاب هكا. لا صعيب ياسر. ما عادش فما. لا ما عادش فما. نجم تقعد بلاش أصحاب؟ ولا سيرتو في الوقت الحالي كي تبقى وحدك ترتاح نفسانيا خير فاهم علاش خاطر كي تبقى مع صحابك يعني تلقى شويه صعوبيه تقلق يعني مصالح فاهم هاي مصالح مش يعني صحاب يعني في وقت الشده تلقى شكون وعد صعيب ياسر اكثر صديقه قريبه لقلبك شكون
والله هي توا في الغربه، ان شاء الله ربي يفك غربتها يا ربي. هذيك هي ربي كيما نقولوا كاتب لها باش تعيش غاديك، ما نعرفش نقول لك اسمها خاطر صحابي الاخرين خافوا لي يتغش. ان شاء الله يا ربي احنا خاطر عندي برشا اصحاب وكلهم باهيين الحقيقه، اما هي اكثر في القلب يعني تمس برشا القلب وتمس برشا مشاعري اكثر، فهمت؟ زعما تعرف روحك تفرج في الباساج؟ تعرف تعرف شوف شو البقية باش يتغشوا عليك راهو؟ ما يتغشوش، كلهم نحبهم وكلهم نحبهم ومحلاهم ومعاشين بعضنا بالقدا. باهية برشا الصحبة؟ باهية الحقيقة، خاطر هما خلقهم ربي وناس معناتها نتونسوا ببعضنا، يعني سامحني يعني تصور أنت عبد بلاش عبيد بلاش أصدقاء بلاش أصحاب، كيفاش باش تعيش؟ يعني خدمة ودار وصغار ولا راجلك هاو وما عندكش أنت أصحابك اللي تفارغ لهم قلبك اللي تضحك معاهم تعمل. أنا خرجت توا مع أصحابي تعرف عليه باش قلت لهم تفكروا أيام زماننا، تعرف قداش عندي ما هبطش لافيني يمكن حكيت 18 سنة. تعرف قلت لهم نحب ناكل الهندي ونحب ناكل شنو اسمه هذيك الفريكاسي اللي كتبيعوه في اول باب بحر، قلت نحب نسترجع ذكرياتنا الوقت هذيك اللي كنا نمشيو فيها به الاصحاب وناس خلقهم في دار الدنيا، فهمت؟ كهو صديقتك هذيا شو تحب تقول لها من خلال الكاميرا؟ نحبك برشا وربي يفك غربتك يا ربي وتملك ان شاء الله تعاود ترجع تملك في تونس وتكمل حياتك في تونس ونكملوا حياتنا في تونس ان شاء الله. شو اسمها هي؟ نحش نقول اسمها درساف، ما نحش درساف. بالنسبه لي انا عندي خو جيمو تاعي هو اللي الاقرب صديق لي انا. اقوى اجابه تعرضت لها من قبيله لتو. صحيح بالحق. خاطر الاصحاب ساعات كيما قلت لك انا ساعات الصاحب يكون باهي معك ويخونك، مي الخو اللي يبدا قريب ليك ما نصورش. انت خوك صحاب بالكدا؟ برشا، ما موجود هنا. تحكيوا كل شيء مع بعضكم؟ كل شيء، الكبيره والصغيره والباهيه والخايبه وكل شيء كل شيء. مي انا شنو المشكله؟ انا عشت اللي عشت لبرا هو عشت في تونس. اوكي تو نجيبوه يخلط عليك. نجيبوه على جلال. شو اسمك انت؟ اسمي غالب. غالب، وخوك شنو اسمه؟ اسمه سهيل. قلت له شكون صديقك اقرب لقلبك؟ قال لي سهيل. اي اي ما تصحاب على خاطر. تحبه كما هو يحبك ولا؟ بالطبيعه اي بالطبيعه. برشا؟ اي برشا. يظهر لي هو يحبك اكثر. اي بخاطر باش نجيو زوز نحبوا بعضنا كيف كيف، لازم واحد اكثر من الاخر. كيما تلقى المراه تحب راجل اكثر من، فهمت شنو؟ ما ينجموش يزوز يجيو يحبوا بعضهم برشا، لا ديما تلقى الاخر اكثر من الاخر. سهيل شنو يخليك ما تعملش صديق اخر وتخلي غالب صديقك معناها؟ فما صديق اللي تعمل عليه، خوك اقرب الناس ليك، فهمت؟ هكا يقول لي انتم حتى في المحويس خرجتوا تحوسوا مع بعضكم. هو ضيفك يعيش في فرنسا جا لتونس، فهمت؟ هكا احكي لي حاجه باهيه على غالب. بكله باهي. ها خاطر خوك بس بتبيع؟ لا مش خاطر خوك، خاطر المعاملات هي اللي تحكم، فهمت كيفاش؟ المعاملات هي اللي تحكم اللي خليه هو باش يقول باهي ولا خايب. تلقاها في وقت الضيق كما نقولوا؟ في كل شيء، في الضيق ومش في الضيق، في الفرحه وفي الحزن، في كل شيء. والحمد لله. الحمد لله نعمه. انتم ها نعمه صغار الحمد لله. لا فما هما راهو براتيكمون لي دو جيمو تلقاهم ديما هكا، ديما تلقى ما كاين ديما. كل اللي يجي مو يحسوا ببعضهم بالكدا. نعم وي والله ساعات يمرضوا مع بعضهم ويفرحوا مع بعضهم. صحيح ويخموا كيف كيف. ساعات انا تطلع دمان هنا وهو من بعد جمعه تطلع دمان من هنا. والله العظيم. والله والله. اقرب واحد وليد. علاش اخترت وليد بالذات؟ معناها نعرفوا بعضنا فاميليار، نعرفوا عائله كل نعرفوا بعضنا. كاركتيرو باهي، انسان متدين متربي. قد قد. قد قد يمشي قد قد. مريك. مريق الوليد ها؟ مريق على الاخر. عديتوا التستوات الكل وخذاهم؟ لاباس، صافا. بالرسم في الاوقات الكل معناها. لقيتوا في الباهي ولقيتوا في الخايب. يعطيك الصحة يعني، معناها انسان صافي معناها. نجح في الامتحانات الكل؟ اي ما صافا، حسب قداش عندكم مع بعضكم؟ 15 عام 20، انا لاباس. نحن صغار عزاب وعديك مازال تزوجتوا وجبت صغار صحيح مازال ديما لابي اصحاب معناها. اي حاولتوش العلاقه تورثوها لوليداتكم كيما نقولوا؟ والله ان شاء الله شوي شوي مازالوا صغار هما ما نعرفهم على بعضهم ونبداو. مرتك ومرته صحاب؟ شوي شوي مش كيف نحن مش قربوا في العلاقات شوي. يعطيك صح، حاولوا حاول. شو تحب تقول له وليد؟ قول له ربي يا ربي ان شاء الله يداوم العشره ان شاء الله ديما لاباس ما اكيد اصحابك الاخرين باش يتفرجوا باش يتقلقوا شويه. لا هم اصحابي ما اختارهم انا ما يتقلقوش برشا. يعرفوا الموضوع؟ يعرفوا الموضوع لاباس. ما عنديش، عندي امي وبابا ربي فضلهم لي.
الوالدة والوالد وخواتي وأكاو. ما عندكش لا أصدقاء متاع الطفولة متاع الخدمة ليه؟ في الحومة؟ عندي أما مش صعيب صعيب تلقى صاحب بالحق تعمل عليه تعمل عليه هاتك صح. أنا بالنسبة لي أنا حاليا أنا عندي صحيح أمي وبابا وخواتي وصاحبي هو ذراعي. نعطيك من الله كلمة قوية. صاحبي ذراعي صاحبي ذراعي خاطر ما ثمش كان جا تلقى الصاحب في وقت الشد تعمل عليه مستحيل. أكيد صاروا لك حاجات تخليك تعمل تاخذ الموقف هذا يعني. والله صارت لي صحيح أما مش تاخذها بالعين الاعتبار. ليه في وقت الشدة يعني تتخسر هكا تهز تليفون تكلم صديقك يعني أقرب الناس ليك ما يقفش معاك يعني مثلا أنت تبدأ مادين محتاج يعني مثلا مادين معنويين كي تكلموا ما يقفش معاك هكا الوقت بالحق. قول أنت ما عادش فما أصحاب. ما عادش أصحاب في الدنيا هذي. علاش برشا ناس يقول لك ما عادش فما أصدقاء ما عادش فما أصحاب ما عاد شيء؟ حسب تجربتي أنا مازال ثم خير في الدنيا وكل إنسان معناه يحاول أنا القيم والحاجات الباهين يكونوا فيه اوتوماتيكمون يلقى الناس اللي يلوج عليه حتى الناس الكل تلوج على الباهي. تقول انت يبدا بروحك ساعه صلح ومن بعد الناس الكل تلوج على شكون باهي معناها نبدا بحكم كون الباهي ولا قليل قلت الناس الكل تفركس عليه كون سافات تلقى الناس سافا حوله. تقول تكون انت مريقل فما شكون مريقل الاخر. ايوه معناتها ابدا بروحك انت ابدا بروحك صلح روحك وابدا معناها كون انسان واضح تو لاباس بحول الله.